كل يسمعوك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة لاعبي المنتخب الوطني الأبطال الكابتن المدرب الإداريين الفنيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتروسنا يعني دائما أنتم ترسمون البسمة والفرحة بين أبناء شعبكم في هذه الظروف اللي الناس كلها سمرت أمام التلفزيون. الحمد لله والنعم من عندكم، بارك الله فيكم. أنا عندي ثقة كبيرة أنه هذا المنتخب بهذه الروحية بهذا اللعب فعلا أكو منتخب واعد راح يعيد العراق إلى مكانه الطبيعي إن شاء الله. كونوا واثقين أنتم بالاتجاه الصحيح ما دام تكون بهذه الهمة بهذه الغيرة بهذا اللعب بصيغة الفريق الواحد وبالتزامكم بخطة وتوجيهات المدرب. مثل ما وعدتكم الحكومة أخوانكم أخواتكم في مجلس الوزراء كلهم دعم لكم في هذه المسيرة والاستحقاقات القادمة ما دام أنتم بهذا الخط من الخط التصاعدي في الأداء وفي الفوز. منتخب اليابان منتخب قوي، وحتى مباراتكم الأولى كان أيضا الأداء لله الحمد متميز. إن شاء الله بنفس المستوى، وموعدنا بالمباراة النهائية اللي إن شاء الله راح أحضر لكم هذا الاستحقاق. بارك الله فيكم، نسأل الله التوفيق والنجاح لكم في هذه البطولة. شكرا جزيلا. شكرا كبير. والمدرب يشكرك كل شوية على دعمك ورعايتك واهتمامك واللاعبين، وإن شاء الله يكونون حسب ظنك وظن أبناء شعبهم كله ويفرحوا شعبهم دول. والنعم 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 والليلة توصل مكافأتهم. شكرا جدا. مع السلامة.